جون 2014 بيبر 3 فاريانت تولد السؤال 11 بي و سي بيقول لي the radiation is said to be ionizing explain what this means. تمام هنجاوبها دلوقتي. والسي بيقول لي الالفا بارتكلز بقى are more strongly ionizing and have a shorter range in air than gamma rays. Use your knowledge of the nature of these radiation to explain these differences. تعالوا الاول يا حبايبي نفهم موضوع ايه الايونيزيشن ده. الاير يا اولاد بيبقى فيه اتومز بيبقى فيه مولكيولز بيبقى فيه يعني اتومز زي الارجون مثلا تمام زي مثلا في 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 بقى كربون دايوكسيد مليان مليان الاير مليان. بتيجي بقى الالفايه دي الفا الالفا تمشي يا اولاد تبدا تخبط في الحاجات دي تبدا تخبط في الحاجات دي. اثناء هذا التخبيط اثناء هذا التخبيط بتبدا الكترونز تطير بتبدا الكترونز تطير ده بنسميه ايونيزيشن ده بنسميه ايه ايونيزيشن. يبقى لما الالفا بارتكل يخبط أو طبعا الالفا او البيتا تمام يخبط في الاير مولكيولز او الاتومز او الحاجات دي بيبدا انه يعمل لهم يفقدهم الكترونز فده بنسميه ايونيزيشن. الجدير بالذكر ان اكتر حاجه بتعمل ايونيزيشن هي الالفا لاسباب كتير. الالفا كبير بالمقارنه بالبيتا الجاما اصلا ملوش اي ماس وملوش اي وجود. الالفا تشارجد يا اولاد الالفا بطيء فبالتالي بيعمل خبطات اكتر عشان كده يا اولاد الالفا رينجو في الهواء اقصر. فلما بيجي بيسالني بيقول لي the radiation is said to be ionizing يعني ايه معنى ionizing تعالوا نقول نشوف. بيقول لي when atoms interact with particles like alpha or beta atoms lose electron so they become ions. لما الالفا والبيتا بتخبط في الاتومز دي او بيحصل انتراكشن بشكل او باخر بتبدا ان هي تلوز ايه الكترونز. طب السؤال اللي بعده ليه بقى الالفا بارتكلز مور سترونجلي ايونايزنج وليها شورت رينج. هقول له كالاتي الفا ار الالفا بارتكلز يعني ار لارج هيفي سلو تشارجد بارتكلز سو ميك كوليجنز وذ اير مولكيولز بات جاما ريز هاف نو ماس نو تشارج so they move further than alpha particles can move. دي يا اولاد كانت اجابه السؤال ال11 جون 2014 بيبر 3 فاريانت 2.